السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شباب وطموح الذي يتناول الشباب الذين يعملون في المجالات المهنية المختلفة ونحن مع الشباب في أماكن عملهم. ستخصص هذه الحلقة لشاب يعمل في مجال الملابس والكماليات. نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن الشاب ثم نعود إليكم ثانية. سعيد الزهراني شاب طموح سعى جاهدا بعد حصوله على البكالوريوس لتحقيق طموحه في المجال العملي، واستطاع أن يحقق طموحه في إنشاء مشروعه الذي يحلم به. عمل الزهراني في عدد من المجالات الوظيفية في القطاعين الخاص والعام إلى أن استقر به المقام في المجال الذي يحبه ويهواه بالعمل في مشروع خاص به. التحق بالعديد من الدورات التدريبية في المجال التسويقي، وشارك في معرض شنغهاي بالصين 1433، وحضر مؤتمر شباب الأعمال السعوديين 1434 بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. هو الآن خبيرا تسويقيا في مجال تقييم المشاريع التجارية، يحل ضيفا على حلقة هذه الليلة. عودة إليكم أعزائي المشاهدين في برنامج شباب وطموح مع الشاب سعد الزهراني الذي يعمل في مجال بيع الملابس والكماليات. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أسعد خالد. الآن يعني إحنا في نفس محلك اللي أنت تعمل فيه، وفي أدوات كثيرة وفي يعني أنشطة كثيرة أنا شايفها، يعني هذه البضائع الموجودة أنت كيف يعني أبغى أعرف إيش اللي تسويه بالضبط، كيف تعمل فيها، كيف تختارها حتى أنك تقدمها للزبائن؟ يعني والله حقيقة مجال الكماليات من المجالات المتنوعة والمتشعبة، إن لم يكن هناك كنترول عام ويتحكم فيه جميع الأشياء والقطع والبضائع، متابعة دقيقة، بمعنى أن الإنسان يتابع أي قطعة كانت بغض النظر عن أي شيء، لابد أن تتابعها، احتياج الزبون جميل لهذه القطعة، توفرها بالسعر المناسب، وصولها إلى موقع العرض، ثم تأكد من السعر مناسب للزبون. أنت تعرف يا أستاذ خالد الآن السوق منافسة، إن لم توفر بأسعار منافسة للسوق ولا الزبون دائما يختار الأفضل والأنسب له. أنا شايف هذه الطاولة، يعني هذه مثلا هذه الإيش بالضبط؟ أنا مستغرب، يعني هل هي مثلا شيء مكمل أو شكل معين أو كيف تستخدم؟ يعني أنت من خلالها تقيس حاجة الزبون، زي حاجة الزبون. على سبيل المثال هذه مثال طاولة توضع لاستخدام المنظر أكثر من كونها عملية استخدام ذاتي، ولكن المهم هو أن يكون سعرها مناسب، عرضها بطريقة مناسبة. حقيقة يعني طيب كيف تعرف حاجة الزبون؟ أنت قلت أنه أنا أحتاج أني أعرف حاجة الزبون، كيف نستطيع أن نعرف حاجة الزبون؟ عودا على سبق، الإنسان إذا كان يمارس العمل بنفسه كما ذكرتك سابقا، أني أمارس الكاشير والتخاطب والمحادثة مباشرة مع الجمهور، أيضا الخبرة، السوق، احتياجات السوق، تستطيع من خلال أن تحدد ما هو حاجة السوق والسعر. السعر نقطة مهمة جدا أساسية. طيب الآن هل فعلا زي ما يقولوا معظم يعني معظم الأدوات والكماليات والأشياء اللي يحتاجها الناس يعني من سلع مختلفة هي من دولة الصين أكثر شيء ولا من دول مختلفة الآن مثلا؟ لا لا لا، يعني الصيني صار غازي السوق زي ما يقولوا. حقيقة الصين يشكل نسبة عالية، ولكن ليست بكل النسبة. التجارة الصناعة الوطنية هنا موجودة بشكل قوي، ويكاد لا يوجد منتج صيني إلا ويقابله منتج وطني محلي. طيب أباك تقارني بين المنتج المحلي وبين المنتج الخارجي يعني اللي من برا، هل على مستوى الإقبال من الزبائن هل في إقبال على المنتج المحلي ولا ما في ثقة في المنتج المحلي كبيرة؟
لا بالعكس، انا اتصور لسه يعني في ذهنيه عند الناس في هذه الناحيه يعني. لا لا، من الناحيه هذه المستهلك هو الذي يحدد. نعم. حسب عقليه وثقافه المستهلك. في مستهلك يرغب ان يحصل على المنتج الوطني حتى لو كان ذا كلفه اعلى. نعم. مقابل ان يحصل على جوده. نعم. وفي مستهلك يفضل ان يحصل على منتج رخيص. نعم. قليل التكلفه ويجدد. طيب فهي تختلف. طيب انت ابغى انا تقييمك يعني من خلال خبرتك الان، هل فعلا الانتاج المحلي الان في اقبال عليه اكثر من الانتاج يعني الوطني؟ كيف وضعه في السوق الان حقيقه؟ في منتجات وطنيه متفوقه بشكل كبير على المنتجات الصينيه. مثل ايش؟ خاصه المواد البلاستيك وما البلاستيك مثل هذه الاشياء، جميع هذه الاشياء منتج وطني. نعم. وبجوده عاليه. إيه؟ ولو انه فكرت انه تستوردها من الصين حتلاقي التكلفه غاليه. نعم. بحكم اننا دوله نفطيه. نعم. فاي شيء يكون من المنتجات النفطيه من المؤكد ان راح تكون تكلفتها في الوطن اقل. نعم. بكثير من لو فكرت تستوردها. نعم. من الصين. طيب على مستوى الربح انت تربح اكثر في المنتج الوطني بصراحه ولا المنتج الخارجي؟ على مستوى الربح يعني المنتج الخارجي بيكلفك احيانا ضرائب ما ضرائب يعني انتقال للبضاعه نفسها من دولة لدولة وأحيانا الحاجة تتكسر وحاجة تخرب ولا لا حقيقة. أيه؟ فعلا لابد. نعم. يعني الإنسان يحسب، لكن إجمالا. أيه؟ إجمالا يعني يكون هناك توازن. نعم. بعض الأشياء تكسب فيها مكاسب يعني معدل الربح العادي بالنسبة لنا في محل الكماليات من 25% إلى 30%. جميل. لا تستطيع. نعم. الإنسان طمع ويطمع. نعم. أن صحيح. يحصل، لكن السوق يفرض عليك يحكمك. نعم. نعم. أنه مستوى. أيه؟ معين من الربح حتى لأن المستهلك ذكي. نعم. ويقدر. نعم. ويعي، يقارن الأسعار الموجودة هنا. نعم. أو الموجودة في مراكز. نعم. أخرى. نعم. فأنت لابد أن تحرص على أنه المستهلك تحظى برضا المستهلك حتى. طيب يعني ما هل معنى أن المستورد فعلا هو يعني دخله أكثر من ال؟ ليس بالضرورة. نعم. ليس بالضرورة، أشياء وأشياء. نعم. هناك منتجات وطنية تكلفتها عالية. نعم. ومقارنة بالصين تكون أقل. نعم. هناك منتجات صينية تكون تكلفتها غالية والمنتج الوطني أقل. نعم. على حسب الأشياء. لكن يعني أنا أبغى أعرف هل فعلا المستقبل للمنتج المحلي، هل فعلا في مستقبل للإنتاج المحلي؟ هل الإنتاج المحلي فعلا سيجد مكانه عند الزبائن وعند المستهلكين من أبناء الوطن، أو أنه لا يزال بصراحة متأخر في هذا الجانب حقيقة؟ يعني خليني أبغى تقييم منك لهذه الزاوية، لأن هذه الجزئية مهمة مرتبطة بالكلام اللي احنا نتكلم فيه بشكل كبير. حقيقة المنتج الوطني الآن في السنوات الأخيرة بدأ يفرض نفسه بقوة. نعم. رغم أن هذا التواجد الحالي القوي ليس. نعم. هو الطموح والمأمول. نعم. إلا أنه يفرض نفسه. يفرض. نعم. نفسه بقوة يعني على مستوى الجودة، على مستوى الجودة وعلى مستوى السعر كمان. نعم. نعم. الجودة والسعر. نعم. لابد أن نرتبط، هناك جودة وسعر ومستهلك. نعم. لابد أن يعني نقارن بين هذه الثلاث أشياء. نعم. ولكن المنتج السعودي أؤكد أنه بدأ يفرض نفسه. نعم. هو أقل من الطموح ومن المأمون. نعم. ولكن حقيقة منتجات كثيرة الآن بدأت تفرض نفسها. إذن الشباب السعودي متواجد في المهنة بشكل كبير، ونحن أيضا أعزائي المشاهدين في برنامج شباب الطموح نحرص على أن نقدم الشباب السعودي من خلال هذا البرنامج. نشاهد وإياكم هذا الاستطلاع الذي يتحدث عن المهنة في حياة الشباب السعودي، ثم نعود إليكم لمواصلة الحديث مع الشاب سعد الزهراني. أخوكم محمد أحمد الشهري. في الحقيقة أنا أحد زبائن الكماليات، ودائما بشوف الأخ سعد هو اللي بيشرف على عمله بنفسه، وهو طبعا صاحب المحل. وفي الحقيقة أنه بيسعدنا كثير أنه إحنا بنشاهد الشباب السعودي يكون طموح وبيفتح محلات وبيتابعها بنفسه. في الحقيقة بالنسبة للثقة أنا باثق فيهم حقيقة تمام الثقة، يعني أفضل من 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 أي جنسية أخرى حقيقة، يعني بدون ما، ولكن يعني ما بلاقي قلة قليل حقيقة من الشباب السعودي هو اللي بيهتم وبيفتح له محل وكذا، لأنه كثير من الشباب السعودي يبغى أنه يحصل على وظيفة وراتب آخر الشهر وخلاص انتهى الموضوع. قليل ما نلاقي شباب طموح، قليل ما نلاقي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بأنه ثلثي الرزق في التجارة.
والله هم بيحتاجوا لدورات تدريبية، بيحتاجوا لممارسة، بيحتاجوا لتثقيف ووعي على أنه التجارة هي أفضل أسباب الرزق. نعم هو في دعم، ولكن مع الأسف يعني ناقص الوعي وناقص التثقيف للشباب على أساس يتوجه للمجالات هذه، هو بس ينقصهم الوعي والتثقيف فقط. عودة إليكم أعزائي المشاهدين في برنامج الشباب وطموح مع الشاب سعد الزهراني الذي يعمل في مجال الكماليات. مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ خالد. طيب إحنا الآن تكلمنا في الجزء الأول عن الكماليات والبيع في مجال الكماليات، وأنت طبعا يعني ما شاء الله متميز في هذا المجال وعندك خبرة جيدة في هذا المجال. يعني خلينا الآن نتكلم، كيف كانت أنت يعني كان عندك رغبة من البداية من الصغر مثلا في حب هذا المجال، ممارسة العمل هذا؟ أنا أعرف عنك مثلا أنه أنت من يعني وأنت صغير كنت تعمل في هذا المجال تحديدا أو في مجالات تجارية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في الحقيقة طال عمرك بدايتي كانت مع الوالد تاجر. نعم. فكنت أتلمس خطاه منذ الصغر. ما شاء الله. البداية الفعلية إجمالا لي في مجال الملابس والكماليات حقيقة كانت بمرافقة الوالد وبعض إخوتي الكبار. نعم. منذ عام 1417 بدأت كبائع في قسم. نعم. حقيقة الإنسان لكي يكتسب الخبرة لابد أن يبدأ من الصفر ثم يتدرج. نعم. يعني من سنك صغير كنت بديت هذا المجال وبديت تمارسه تحديدا يعني. نعم. كبائع في نفس هذا المجال ولا مجالات أخرى؟ لا، نفس المجال. نعم. منذ عام 1418. نعم. بالتحديد كانت البدايات. كان الوالد يجعلني بائع في قسم، ثم بعد ذلك تطورت استمريت كبائع قسم ما يقارب العشر سنوات. حتى الإنسان لكي يتمرس الشيء لابد يعرف الأمور الدقيقة الصغيرة قبل أن يعني يصل إلى المستويات العليا في الإدارة وما إلى ذلك. حقيقة استمر هذا العمل حتى عام 1424. نعم. إن صح التعبير حصلت على ترقية، أصبحت مدير مركز. نعم. عام 1423. حتى عام 1426. في نفس المؤسسة أو في نفس المؤسسة تحت مؤسسة ومظلة الوالد وإخواني. نعم. بعد ذلك منحني الثقة إخواني وأصبحت مدير تنفيذي عام 1428-29. بدأت المسؤولية والمهام يعني تزداد. بدأت الفكرة والرؤية تتضح أكثر وأكثر. نعم. أصبحت في موقع قرار. جميل. طيب الشباب غالبا يعني حكاية كل شاب الآن يطمح أنه يصير مدير، يعني ما شاء الله مثلك مدير تنفيذي وما إلى ذلك لمشروع مثلا مبيعات أو مشروع كماليات زي ما إحنا أو المكان اللي إحنا فيه الآن. يعني أنا بتكلم عن المدير الآن، هل المدير فعلا يعني معناته مدير معناته ما شاء الله جالس على مكتب الصورة اللي عنه وما شاء الله مشرف عام ما يسوي ولا شيء، ما يشتغل بنفسه مثلا ما كذا إلى آخره. هذه الصورة اللي في ذهن الشباب عن المدير، أنا أبغاك تعطيني الصورة الحقيقية عن المدير، هل هو فعلا بهذه الصورة اللي إحنا يعني نتصورها عن الإدارة في مثل هذه المشروعات؟ بالعكس بالعكس جدا. يعني المدير حقيقة أنا كما ذكرت سابقا إذا أصبحت أردت أن تصبح إنسان ناجحا لابد أن تعمل الأشياء الصغيرة قبل الأشياء الكبيرة. نعم. بمعنى أنه ليست الإدارة هي أن تجلس على الكرسي وتتخذ القرارات وما إلى ذلك وتبدأ في إصدار الأوامر والتوجيهات. بالعكس معرفتك بالأمور الصغيرة ولا يعني تتوانى في القيام بأي عمل حتى لو كان صغيرا مهما كان. نعم. بالعكس الإدارة مسؤولية مهام. نعم. لن تحصل أو تصل إلى الإدارة ما لم يعني تبدأ بالأمور الصغيرة بالقيام بها. طيب يعني أنت الآن أنت كمدير مشروع زي كذا الآن ممكن تبيع، ممكن تصير محاسب في لحظة معينة؟ ممكنا. بل أنني ما زلت أمارس ولا أستمتع كلمة الاستمتاع إلا عندما تقوم بالعمل والتخاطب بنفسك. نعم
بصفة نعم. شخصية تتخاطب مع زبائن مع المواطنين، حقيقة تجد دعم من بعض المواطنين ويرحب عندما يعلم أنك سعودي وأنك صاحب المشروع نعم. صاحب العمل. كثير من العبارات التشجيعية التي يعني حقيقة أنا أستمتع وأستلذ قمة السعادة ليس في جلوسي على الكرسي الإدارة وإنما في مباشرتي للعمل بشكل مباشر. نعم يعني نعم. طيب أنت ذكرت أنه الآن ما شاء الله السعوديين أو الزبائن اللي يجون من السعوديين يتحمسوا كثير لك يا شاب السعودي يعني نعم. وتجد عبارات تشجيع وتجد كذا. كان هذا الكلام مختلف فيما سبق ولا لا؟ يعني كانت يمكن النظرة للبائع السعودي ما كانت كما هي عليه الآن. هل في فعلا تحول لهذه النظرة؟ أصبح الآن فعل البائع السعودي له قيمته في المجتمع وله مكانته والمهنة لها قيمتها عما كان عليه في السابق؟ أبغاك تعطيني تصور عن هذا. حقيقة تصور شاسع. يعني سابقا في الأعوام العقد الماضي نعم. يعني كنت من النادر أن تجد البائع نعم. السعودي نعم. وربما كان يحظى بنوع من الازدراء إن صح التعبير نعم. وأنه عمل شريف وليس طبعا شريف. طبعا طبعا في الوقت الحاضر الآن بالعكس تجد التشجيع، تجد خاصة إذا ما علموا أنك لست موظف لا نعم. أنت صاحب المشروع نعم. أنت صاحب المؤسسة، أنت صاحب العمل بذاتك وبشخصك، تباشر العمل وتبيع للزبائن نعم. هنا يكون الحماس أكثر نعم. حقيقة أكثر مما لو أنك كنت موظف موظف سعودي لدى مؤسسة يكون هناك تشجيع. لكن إذا ما علموا بأنك أنت صاحب المحل وأنك نعم. تعبت وكونت هذا الشيء وتباشر هذا العمل بنفسك نعم. بنفسك نعم. تجد يعني الصورة حقيقة. تكون يعني مختلفة تماما فيما يتعلق بالتحفيز والتشجيع. طيب يعني معنى هذا أنه هذه فرصة للشباب السعودي أنهم يمارسوا المهنة ويمارسوا العمل. يعني خلينا نقول أنها الفرصة متاحة الآن على مستوى الدعم الحكومي اللي يجده الشاب السعودي، وأيضا على مستوى الدعم الاجتماعي من قبل أبناء المجتمع اللي يشجعون الشباب السعودي على العمل في هذه المهن. يا ريت تركز لي على هذا الجانب، يعني انه فعلا الان يجدون الشباب اكثر من دعم. يعني كان في السابق انه مثلا احيانا ينظر بنظره دونيه للبائع السعودي، وانه يعني ايش اللي اضطره الى ايش لانه يعمل في هذا المجال. ما كان يجد مجالات دعم، مثلا خلينا نقول دعم مادي ودعم معنوي وما الى ذلك. يعني يا ريت تعطيني تصور عن التحول هذا الواضح اللي يجعل انه الفرص اللي يجعلنا نقول للشاب السعودي الفرص امامك متاحه في كل المجالات. حقيقه الفرص متاحه بشكل كبير جدا. نعم. الشباب بصفه عامه في الجيل الحاضر يعني بدات الفكره تتضح لهم وتتبلور ان العمل التجاري والعمل الحر، العمل الخاص اكثر نفعا ومردودا ماديا. نعم. ربما في الماضي كان الشاب يحرص انه عمل حكومي وأمن وظيفي واستقرار وحتى نعم. كان المقابل المادي قليل نعم. لكن في العصر الحاضر حقيقة الشباب بدأوا يعون ويستوعبون، خاصة إذا ما نظرنا إلى الكم الهائل من الأموال التي تغادر البلد نعم. حقيقة يعني المتمعن والمبصر في هذا الموضوع يعني حقيقة يشعر بحرقة على هذه المليارات التي تخرج من البلد نعم. ونحن أبناء الوطن وأبناء البلد أولى نعم. بهذه الأموال نعم. فبدأ الشباب يستلم يعني يتلمس ويستشعر أنه بإمكانه أن يجد فرصته. البلد نعم. مفتوح فيه فرص كبيرة جدا ومن هذا المنبر نعم. مستعد لتقديم أي دعم استشاري لأي شاب جميل فيما يخص جميل. المجال الذي أنا أعمل فيه مجال نعم. بيع الملابس والكماليات نعم. لا أبخل نهائيا بأي خبرة. وبعض الإخوة والأصدقاء يعني كان لهم بعض المواقف وقدمت لهم الاستشارات نعم. لكن الشيء المحزن أن تجد في هذا الوطن شاب عاطل. جميل شيء جميل. محزن. هناك فرص كم هائل جدا جدا من الفرص نعم. أنا من الناس اللي عايش وعايش كما يقولون في السوق وأعرف الواقع. هناك كم هائل جدا من الفرص المتاحة للشباب. كل ما هنالك يحتاج إلى الحماس الاجتهاد نعم. الحماس نعم. لا شيء سهل نعم. ولا شيء صعب. لا شيء صعب مقابل الجد والاجتهاد والمثابرة والطموح ولا شيء سهل مقابل الراحة والكسل والنوم. ستجد كل الأمور صعبة إذا ما قرنت
بالراحة. طيب أنت الآن قلت عبارة مهمة جدا، قلت أنه أنا أستغرب أنه في شاب عاطل، نجد شاب عاطل، هل معنى هذا أنه الآن ما لهم عذر الشباب، ما لهم عذر بالمرة، خاصة أنه المجالات متاحة كثيرة؟ إيش الأزمة عند البعض اللي لا يزال ينتظر مثلا، خلينا نقول وظيفة، ينتظر، إيش المشكلة اللي عنده؟ هل المشكلة في داخله هو نفسه، أو المشكلة كيف تتشكل من وجهة نظرك يعني؟ إذا ما تمعن النظر في المشكلة، مشكلة الشباب العاطل عن العمل، نعم، شيء إما أن الإنسان يرغب إلى مردود، يحبذ، نعم، أن يكون لديه مردود مادي بسيط مقابل الجلوس على الكرسي، نعم، والاستمتاع والراحة، نعم، أو أنه إنسان لم يحظى بتوجيه أو دعم، نعم، حقيقة في مجال الدعم المادي الدولة لم تألو جهدا يعني، نعم، في تقديم بنك التسليف، صح، ريادة، صح، جميعها يعني، نعم، لا تألو جهدا في تقديم. أنت وجدت دعم صراحة ولا؟ حقيقة أنا في الدعم المادي صراحة، نعم، فضل الله عز وجل، ثم للوالد، نعم، حقيقة لم وإخواني صراحة أنا يعني نشاطكم الخاص بكم، نعم، أنتوا، إيه؟ نعم، بحكم أننا كنا مجموعة، نعم، في البداية، وأنتوا في الأساس تجار يعني، نعم، الوالد، نعم، والإخوة كل عائلة تجارية، نعم، فتوارثت هذا الشيء منهم. جميل. لكن أنا أقول من ناحية الدعم المادي حقيقة أنا الوالد كان له وقفات مشرفة والحمد لله، سأل الله يطول في عمره والإخوان، الله يحفظه، يعني كان لهم بصمة، نعم، لكني أرى في المجتمع وفي الواقع أنه لن متى ما وجد الشاب الطموح ولديه الفكرة والإرادة والعزيمة لن يتأخروا جدا، يعني لن تتأخر الدولة بمختلف مؤسساتها والقطاع الخاص في دعم هؤلاء الشباب حقيقة. طيب هل تجد أن الشباب الآن فعلا عندهم إقبال على المجالات المهنية حقيقي؟ يعني في تغير في هذا المسألة عند الشباب أنفسهم؟ تغير نوعا ما، نعم، نوعا ما، ليس بالدرجة التي تطمح إليها القيادة العليا في الوطن، نعم، ولكن هناك تغير أفضل من السابق. طيب إيش يحتاجه قبل ما نختم كلامنا معك، يعني إيش يحتاج الشباب السعودي في هذا الجانب؟ هو إيش يحتاج حتى يستطيع أنه يقبل، يعني غير الدعم من داخله، إيش يحتاجه؟ الإصرار والعزيمة والحماس، نعم، فقط لا أكثر، نعم، متى ما وجد الإنسان فكرة، نعم، بلورها دائما. أنا الحمد لله في مشاريعي أبدأ أولا بالاستخارة، الاستشارة، نعم، توكل على الله، انطلق. جميل، جميل هذه جدا، هي يعني مقومات النجاح، نعم، في كل عمل. يعني إذا الإصرار والعزيمة هم الأساس وهم النواة الأساسية في انطلاق الشباب السعودي، من خلال نصيحة الشاب سعد الزهراني الذي يعمل في مجال الكماليات. نشكر الشاب سعد الزهراني على هذه الدقائق، ونشكركم أنتم السادة المشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.